يما يما ابيش في سوالفه. شعجب توك زعلون من يوم ود البرطم شبرين. بس بس خلاص ما ابي شاي. اقعد امزح وياك. يلا قل ايش تبي. الظاهر معتوك صاج. ايش قصدك؟ يعني لازم اتزوج وافككم منيا. يا يما قعدتك في البيت تسوى الدنيا وما فيها، بس انا ابي افرح فيك. ما تبي مامتك تفرح؟ وانا من زمان ابي اعرس، والبنت انا اللي بختارها. ايش توحيمت من ذهيا؟ رقية بنت ابو موسى. ايه المعذب مو بوافق عليك يا ولدي وبردك. وانا ولد معذب الحين صار ابوك وصرت ولد ابو احمد. صدقني ما اشتهي، لكن ابقى ولد معذب وفوق ذا كله وموسى يحبانيه، يعني مستحيل يردانيه. ما ادري. باكر ان شاء الله بتقوم كأنك حصان وترجع بعيسى الاولي. ابي اقوم كأني حصان، ابي اقوم. ولو طول عليك المرض الله لا يقوله. الله لا يقوله، الله لا يقول. انت لي سند وظهر، من لي غيرك في هالدنيا؟ ابي اطلب منك طلب بس تردني. قول عاد ايش الطلب خلينا نشوف. يعني اقول له تكتب لي البيت باسميه. ايش ده؟ اقول هاج هاج دواج ما بي ما بي. الرجال قاعد في مرقدي بموت وانت قاعد تفولين علي وتقول هذا وقت الحين الحكي ذا. بعد عمر طويل انا بس خايفه ما لي احد من بعدك بضيع بتلكته. اي والله ما لك غيري في الدنيا. انت بس ادعي لي الحين انت قلبك طيب والله يستجيب لك. انت ادعي لي ان انا اقوم بالسلامه. تدرين عاد اهو جيبي بشربه كله كله بشربه جيبي.